إذا استمرأت الغفلة فلا يذكرك إلا البلاء، ستعيش في البلاء حتى تلقى الله، لأن الله عايزك تعبده، فمش لاقي غير الطريقة دي يجيبك بيها. فدائما خليك عبد الشكر، عبد الله في الرخاء، عشان ما يمرركش على البلايا. عايزين نرجع لأوراد، وعايز أشوف السبح في إيدين الناس. إيه اللي حجبك عن سيدنا النبي؟ عارفين اللي حجبنا عن سيدنا النبي؟ الكلام الكتير. أنت خلقت في هذه الدنيا لتعبد الله. فين عبادة ربنا يا أخوان؟ فين السهر الليالي على العبادة والسبحة والورد؟ الناس إفلاس يا أخوانا، والله والله ما حد هينفع حد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو، إلا مين؟ المتقين. وبعدين يا عبادي، هم دول بقى الناس الصالحين، الصالحين بس. إنما واحد ذاكر طول النهار عمال يذاكر، يقعد مع واحد غافل هيكب عليك غفلة، هتحط السبحة في جيبك وهتنساها في البيت، على طول هياخد بيدك الشيطان ويمسك قلبك الشيطان. ما علامة طردية ذكر الله يعجلب نور يطرد الشيطان، غفلة تجلب الشيطان يطرد النور. وبناء عليه المريد ما دام خلاص اتعود واستمرأ يسيب أوراده، خلاص هو والشيطان بقوا أصحاب. ازاي؟ قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هتيجي بقى تقول لي ضهري وجعني وجسمي وجعني ومش عارف مين عمل لي سحر وفلانة أصاب أذتني، سيبك من الكلام الفاضي ده. الكون له رب، المملكة اللي بنعيشها دي محدش يقدر يأذي فيها حد، في ربنا. في الحكاية كلها ان ربنا بيديك منبهات، بيرن لك 1000 جرس، رن عليك 100 ترنك، ورنت عليك عيالك اللي بتعيط في البيت عشان تنتبه وتذكر ربنا. ما انت ما تجيش تزعل بقى بالليل لما تلاقي جنبك وجعك وضهرك عاملك ورزقك واقف وحالك منيل ومنكد ونايم زعلان وجالك مرض نفسي وانت ما بتذكرش. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، بس كده. الا اننا استمرأنا الغفله وابتلينا بالبعد عن الله. طالما بضرب ايدي في جيبي في فلوس تعشينا وتغدينا وتفطرنا بكره، يا عم ذكري وبتاع ده يا جماعه فاضيين. طول ما القفص الصدري سليم والقلب سليم والرئه شغاله والجسم سليم، يا عم ذكري ما حدش فاضي. اول بقى ما تاخد لك مسد كول كده في جسمك، يا سيدنا الشيخ والنبي يقول لي ورده، اقول ورده يا عم وانا صيدلي؟ احنا صرفنا لك الاوراد دي عشان تحب بيها ربنا وتعبد بيها ربنا، عشان تحميك من نفسك. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفنى. تعرف صاحبك اللي ليل ونهار مضيع وقتك معاه ده هيتحول عدو يوم القيامة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا، ها لقد اضلني عن الله، ولا لقد اضلني عن الذكر. تسمحوش لحد يضيع عمركم يا اخوانا بتجديد عهدنا مع اوردنا، تجديد عهدنا مع نعمة الوقت. سيدنا ابن مسعود بيحكي عن حضرة النبي يقول كنا نعده يعني جهرا، كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة استغفرك وأتوب إليك إنك أنت التواب الرحيم. عايزين نخف استعمال التليفون شوي، التليفون واخد 90% من وقت المريد وميقولش أوراد. عايزين نرجع لأورادنا، كفاية بعد، كفاية ضياع وقت، كفاية انشغال بالدنيا ما هي مضمونة، الأرزاق مضمونة، كفاية تفريط في حق الله وحق سيدنا رسول الله.